مشاهدينا الكرام، كل عام وحضراتكم بخير ومصر دائما بخير. نذيع على حضراتكم الآن كلمة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الأمة بمناسبة الذكرى 38 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، أبناء شعب مصر العظيم، تحتفل مصر اليوم بالذكرى 38 لنصر أكتوبر المجيد. ذلك النصر الذي رد لمصر عزتها وللشعب كرامته وللعسكرية المصرية كبرياءها. إن هذا النصر سيظل على مر التاريخ تجسيدا لعظمة شعب وكبرياء وطن، وستظل معاركه رمزا لشموخ العسكرية المصرية وقدرتها على تحقيق إنجاز عسكري ضخم بكل الثقة في الذات رغم التحديات والصعاب. فلقد كان الطريق إلى النصر محفوفا بالمخاطر والأهوال، وكان الشعب المصري العظيم على ثقة كاملة من قدرة قواته المسلحة على تحقيق النصر واسترداد الأرض والكرامة، لنسقط من ذاكرة التاريخ حقبة الهزيمة بعد نكسة عابرة عاش الشعب تداعياتها. وسيبقى نصر أكتوبر موضع الفخار الدائم لشعب مصر الذي كان على مستوى المسؤولية الوطنية وحمى جبهته الداخلية بكل ما أوتي من قوة، ووقف خلف قواته المسلحة يدعمها ويناصرها ويمدها بخيرة الرجال والأبناء لتقوى على التحديات والصعاب وتحقق الأهداف العليا للوطن. لقد تمثلت عظمة ذلك اليوم المجيد من تاريخ شعبنا في روعة الأداء البطولي الذي اطلع به جيل أكتوبر، وجلال التضحية والفداء الذي جاد به شهداؤنا الأبرار الذين افتدوا مصر بأرواحهم الطاهرة ورووا أرض سيناء بدمائهم الذكية. لقد أعاد لنا ذلك النصر الثقة في النفس والذات، وعلمنا كيف نواجه التحديات والصعاب بإيمان راسخ بصحة الهدف وسلامة القرار وبروح أكتوبر التي عبرت خير تعبير عن عظمة شعب مصر وهو يلتف حول قواته المسلحة رافضا الهزيمة ومؤكدا أنه لن يقبل بغير النصر وتحرير الأرض بديلا مهما كانت التحديات والصعاب. تحية في ذكرى يوم النصر لهذا الشعب العظيم الذي صبر وتحمل الكثير من التضحيات والأعباء ضاربا المثل والقدوة في التماسك والترابط أمام التحديات والمحن، داعما لقواته المسلحة في إيمان كامل بأنها حصنه المنيع ودرعه القوي. تحية إعزاز لجيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة الذين استردوا للوطن أرضه وعزته بعزيمتهم وشجاعتهم وبطولتهم، مؤكدين شموخ العسكرية المصرية وقدرتها على قهر المستحيل. تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وعزته وكرامته، وتحية لمتخذ قرار الحرب والعبور الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قراره وهو واثق في الله والشعب وقدرة القوات المسلحة على تحقيق النصر وقهر المعتدين. الإخوة والأخوات، أبناء شعب مصر العظيم، يأتي احتفالنا هذا العام بذكرى نصر أكتوبر ومصر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تشهد تحولا شاملا في مسيرتها الوطنية
لا يمكن تجاهل ركائزه ومرجعياته في ظل متغيرات وأزمات باتت تلوح في الأفق تتطلب من الشعب على اختلاف توجهاته السياسية وغير السياسية أن يعي تداعياتها ومتطلبات عبورها والخروج من طريقها الصعب. فبعد ثورة 25 من يناير التي فجرها شباب مصر وحمل لواءها الشعب وحمتها وتحافظ عليها قواته المسلحة، اختلفت الآراء وتشتتت وظهرت أصوات التشكيك في النوايا وصاحبها بعض الأزمات والمخاطر على كافة الأصعدة وخاصة الأمنية والاقتصادية. وكان واجبا علينا مواجهة هذه الأزمات والمخاطر حتى لا تعرقل مسيرتنا وأهدافنا القومية لتكون مصر دولة قوية آمنة بشعبها ووحدة وتماسك أبنائها والتفافهم حول راية الوطن. إن شعبنا العظيم الذي رفض النكسة والهزيمة وحرر كل شبر من أرضه المقدسة لقادر على عبور هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تاريخه الوطني بالتفافه حول أهدافه القومية والحفاظ على وحدته الوطنية وسعيه لتحقيق قيام الدولة المدنية الحديثة على أسس ديمقراطية سليمة تتيح لكل أبناء الوطن المشاركة في صنع القرار وتقيم العدل الاجتماعي وترعى حقوق الوطن والمواطنين تأسيسا على مبدأ المواطنة لكل المصريين. وإن السيادة على أرض مصر لأبنائها على اختلاف توجهاتهم ومعتقداتهم في ظل الدستور والقانون. إن شباب هذا الوطن هم ركيزته الأساسية في بناء الحاضر واستشراف آفاق المستقبل بما يملكونه من طاقات فتية متجددة وولاء مطلق للوطن واستعداد كامل لبذل الجهد من أجل تقدمه وازدهاره. وشباب هذا الجيل امتداد لشباب جيل أكتوبر الذي كان على مستوى المسؤولية الوطنية الكبرى يوم أسهم في تحقيق النصر بما قدمه من عظيم التضحية والفداء. لقد جسدت معارك 6 أكتوبر أعظم صور التضامن العربي. واليوم وبعد 38 عاما من تحقيق نصر أكتوبر فإن منطقتنا تموج صعابا وتحديات لا يمكن تجاهلها أو الانعزال عنها. ولقد كانت مصر ولا تزال وستبقى سندا لقضايا أمتها العربية تحمي مصالحها القومية وتدافع عن حقوقها التاريخية العادلة إيمانا منا بوحدة الهدف والمصير. إننا واثقون في قدرة وإرادة الشعب على بناء مصر الحديثة دولة قوية لا تفرط في أمنها واستقرارها ولا تنزلق إلى ما يهدد مصالحها. وسيظل نصر أكتوبر المجيد رمزا لعظمة وطن وصلابة شعب تمسك بكرامته وحافظ على تاريخه وأمجاده وتضحيات وبطولات جيش أبى رجاله إلا أن يستردوا العزة والكرامة ويحرروا الأرض المقدسة في سيناء وكان لهم ما أرادوا. حفظ الله مصر ووفق أبناءها إلى ما فيه خيرها ومجدها. وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.